اپنی اور اولاد کی اصلاح کے لیے قرآنی نسخہ تین مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين سورة أحقاف آيات نمبر 15 مرتے دم تک صحیح سلامت رہنے کا قرآنی نسخہ تین مرتبہ پڑھیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ سورہ روم آیت نمبر 30